الأخوة الأخوات القديسين في المسيح يسوع، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في السلسلة بتاعتنا بتاعت الأصفار المحذوفة. النهاردة هكون سفر توبيا، بس قبل ما نبتدي نقول نفتكر مع بعض أن سفر توبيا لم يذكره أثناسيوس الرسولي، هما بيسموه كده يعني، ضمن الأصفار القانونية، بل ضمن الأصفار غير القانونية. مش عارف يعني مكسوف لهم انا كده ولا هنعمل ايه يعني، ها؟ ولا اللي على مزاجهم بياخدوه، اللي مش على مزاجهم بيغمضوا عينهم. ماشي كده. نمرة واحد، من هو كاتب السفر وما هو تاريخ كتابة السفر؟ من هو كاتب السفر وما هو تاريخ كتابة السفر؟ التقليديون لا يعرفون كاتب السفر مبدئيا يعني، وبعد شوية هنكتشف انه اصلا اسطورة يعني، ما لم يكن نبيا كاذبا، وغالبا أسطورة هو. وبرضه هنلاقي نفس الفكرة في سفر هوديت، يعني لما ناخد سفر هوديت. ويجمعون، بص بقى، ويجمعون على أنه كتب بعد زمن عزرا، وهذا خطأ كبير جدا سوف نتعرض له في الضربة القاضية، هتبقى في آخر الحلقة. طبعا بيقول لك ليه؟ قال لك عزرا، يبقى عزرا ما شافوش، عزرا ما لقاهوش، يبقى هو كتب بعد سفر عزرا. اثنين، قصه السفر. كان اوقات حاولوا توبيا الاب او توبيت، يعني لو قلت توبيا هقول توبيا الاب، او الاسم توبيت معناه الاب، عشان الابن اسمه توبيا برضو. بيقول لك كان ده في توبيا 1:1، كان توبيت وهو من سفر، وهو من سبط ومدينه نفتالي التي في الجليل الأعلى، يعني كده في المملكة، إن هي بقى المملكة الشمالية اللي هي مملكة إسرائيل. قد جولي، يعني تم أسره في عهد شلمنصر ملك آشور. عهد شلمنصر ملك إيه؟ آشور. طب كلام جميل جدا. هو الحقيقة الأداء في عهد السرجون الثاني ابن شلمنصر الأب، الذي بدأ الحصار ومات قبل إيه؟ سقوط السامرة وسبي يعني المملكة الشمالية إلى أشور. أهم حاجة عندي عايزين نركز فيها إن هو يثبت دلوقتي إن الشخص اللي بيكتب ده من المملكة إيه؟ الشمالية، لأن في الضربة القاضية هنلاقي حاجة تانية خالص بقى. ماشي كده. وتم سبيه إلى أشور. هذا السبي حدث سنة 722 قبل الميلاد. حلو كده. ثلاثة، اليهودي الحانوتي. طبيت كان مغرما بحمل الموتى ووضعهم في منزله ودفنهم بعد منتصف الليل. هل هذا يليق بشخص يهودي؟ في سفر العدد 19 في شريعة لتطهير اللي يمس أي حاجة ميتة. بيقول لك إيه بقى؟ بيقعد أسبوع نجس، بس في الأسبوع ده لازم يحصل حاجتين. في اليوم الثالث لازم يتطهر بماء اسمه، كان اسمه ماء النجاسة، بخصوص البقرة الحمراء وكده، وأيضا في اليوم السابع، وبعد كده يبقى طاهر. حلو كده. طب وإذا لم يتطهر في اليوم الثالث، يبقى في اليوم السابع هيبقى نجس، وبعدين يحصل إيه؟ نعيد الكرة تاني، عايزين أسبوع تاني. ده بقى كان بيعمل كده كل يوم. ده إذا كده كان قاعد طول حياته يعتبر إيه؟ نجس، ومش هتطهر، لأن ماء النجاسة أو الماء اللي هو هو اسمه ماء النجاسة بس هو للتطهير يعني، ده عادة بيبقى في أورشليم. المهم ما علينا، يهمني إن هو إيه؟ بيعمل حاجة مخليها كيهودي طقسيا نجس باستمرار. ماشي كده. نمرة أربعة، بيقول لك هو كان مسلف واحد، يقول لك توبيت أقرض شخصا اسمه غابيلوس في راجيس مدينة الماديين 10 قناطير من الفضة. تقريبا بقى كده نقول مبدئيا في العهد القديم مش هتلاقي ابدا المعادن بتتقاس بالقنطار، ولكن يقول لك ايه؟ بالشاقل لو كميات صغيره، او يقول لك بالوزنه، والوزنه تقريبا 36 كيلو، لكن مش بالقنطار ابدا. يبقى دي برضو ايه؟ دي تبين ان الشخص ده يعني يا مش يهودي، يا السفر كتب متاخر، معرفش بقى، شوف انت امتى ابتدى الشغل بالقنطار. وبيقول لك مسلف الراجل 10 قناطير. القنطار 143.8 كيلو جرام. حلو كده. هنفترض ان هم 140 كيلو عشان يبقى سهل الحساب. لو مديله 10 قناطير يبقى مديله ايه بقى كده؟ 1400
وشويه كمان كيلو جرام فضه، يعني بالتقريب كده عشان نسالها تقريبا طن ونص. طبعا دي ثروه بنت لذينه جباره يعني، ماشي كده. ودلوقتي هو عايز يجيبها، ما اعرفش هجيبها ازاي، يعني هيشيلها ازاي ولا يجرها ازاي. وده انت عايز يكون معاك يعني جيش جرار وانت جايب الحاجات دي عشان قطاع الطريق ياخدوا منك الثروه دي يعني، ماشي كده. فاذا دلوقتي ما بتتقاسش بالامتار، وده يبين ان الصفر يعني فيه مشكله يعني. ده من الحاجات اللي احنا بنعرف بيها التوقيت التاريخي الحاجه، لما تلاقي العمله اسمها ايه نعرف الزمن منها. وحكايه 10 قناطير دي يعني ده طن ونص، ماشي. خمسه الملاك رافائيل، الملك ما اعرفش كلهم هيطلعوا زي ما هنشوف ده ولا لا. ها انا بقى يعني ده في اصحاح خمسه. توبيتا الاب اراد ان يرسل توبيا الى غابيليوس ليأخذ منه 10 قناطير من الفضة ويرجع له الصك، يعني كان كاتب عليه زي وصل أمانة إن هو مستلف منه الطن ونص فضة دول وعنده صك ممكن يروح إيه ياخدهم. فحب يبعت ابنه علشان إيه يجيب الطن ونص فضة دول. طبعا الراجل قلقان على نفسه، فنفسه يبعت إيه حد مع ابنه. بينما كان توبيت الاب في حيره من امره للبحث عن شخص ليرافق ابنه توبيا، توبيا ده كان شاب صغير وحتى مش متجوز زي ما هنشوف دلوقتي. فهو كان قاعد في البيت بيفكر، وكان توبيا الابن قاعد بره، وهو قاعد كده شاف فتى بهي على اهبه السفر، يعني واضح كده مستعد للسفر يعني. فسلم عليه وهو يجهل انه ملاك كالله. فسال توبيا الابن من اين اتيت يا فتى الخير؟ فاجاب الملاك، ده الكلام ده كله في صح خمسه، انا من ايه بني اسرائيل. الملاك بيكذب. نكمل، واسمه رافائيل على فكره. ها نكمل، عد خد باله من حاجه، ماشي. فساله توبيا، هل تعرف الطريق الاخذه الى بلاد الماديين؟ قال الملاك، اعرفها وقد سلكت جميع طرقها مرارا كثيره، وكنت نازلا باخينا غابيلوس المقيم براجيس مدينه الماديين. يعني ده كمان ايه عارف الراجل اللي هو اصلا توبيا عايز يروح له عشان يجيب من عنده ايه الطن ونص فضه دول. دخل توبيا طبعا بقى كيف، او بقى دخل توبيا على ابوه واخبر اباه عن الفتى، فقال له ابوه دعه يدخل. فدخل الملاك وبعد السلام والتحيات سال توبيت اللي هو الاب يعني الملاك، اخبرني من اي عشيره ومن اي سبط انت؟ فاجاب الملاك، انا عزاريا ابن حنانيا العظيم. انا عندي بقى كده يعني تعليق كده صغير، شفنا في الكتاب المقدس ملاك بيكذب، هو ايه المشكله نقول له ان انا يعني انا الملاك وارسلته ان انا يعني لو ابشرك بقى، ماشي. وكيف سيتم نقل طن ونص في الصحراء ومن بلاد فارس لغايه اشور 1400، والمسافه على فكره 1400 كيلو، اوعى تفكر ان المسافه قصيره يعني. يبقى لغايه دلوقتي شفنا ايه؟ بيمارس حاجات، طبعا ده احنا لسه يا دوب على السطح يا دوب يعني كده. بس يهمنا دلوقتي ايه؟ ان الملاك كذاب. نمره سته، توبيا والحوت، صح السادس. قبل ما اقرا من سفر توبيا هقرا من سفر ايه؟ لويين. وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف. حرشف اللي هو اللي ايه؟ قشر اللي بنشيله دوت يعني. اسمه بالانجليزي سكيل. والزعانف كلنا عارفينها. في المياه والبحار وفي الانهار، فإياها تأكلون. ولكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار والانهار فهو مكروه لكم، من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون. حلو كده؟ يبقى ما ينفعش ايه؟ ياكل حاجة ما لهاش زعانف أو ما لهاش قشر، لازم كل الاتنين سوا. نيجي بقى عند إيه؟ إحنا نقرا بقى من سفر توبيا، الكلام ده كان من سفر اللويين. هما دول يهود طبعًا، ها؟ بيقول لك وسافر توبيا، اسمع الكلمة اللي بعدها، والكلب. هو الكلب برضو اليهودي ينفع يربي كلب وياخد معاه كلب؟ الكلب عندهم برضو حيوان نجس. يتبعه، ماشي كده. يبقى توبيا وطبعًا معاه الملاك، بس هو اسمه عزاريا صاحبه يعني. والكلب ماشي وراهم. فبات اول منزله بجانب نهر دجله، وحددوا نهر ايه؟ دجله. وخرج ليغسل رجليه، ايوه، فاذا بحوت عظيم قد خرج ليفترسه. الموضوع ده بقى مشكله كبيره قوي دلوقتي احنا هنشوفه يعني.
حوت مبدئيا الحوت بيعيش في النهر؟ طبعا لا. وحديك بقى فكره وقال لك ده حوت عظيم. يصل وزن الحوت العظيم من 150 الى 180 طن، 150 الى 180 ايه طن، وطوله من 30 ل 33 متر. يبقى مبدئيا الحوت ما بيعيش في نهر. وديت وانا اديت لك دلوقتي وصفه يعني طبعا طلع مننا كله من النت يعني. الحوت تقريبا خلينا في الحاجه البسيطه 150 طن بس، بلاش ال 180 طن، وطوله 30 متر بلاش 33 متر. فلما هاجم بقى على طوبيا فارتاع طوبيا وصرخ بصوت عظيم قال يا مولاي قد اقتحمني يا البتاع ده. فالملاك قال له امسك بخيشومه. ازاي يمسك بخيشوم ايه بقى الحوت؟ بالمناسبه قبل ما نكمل كده، الحوت ملوش خياشيم. واكتذبه اليك. تصور بقى واحد، انا هفترض ان هو بقى طوبيا ده يعني انسان مكتمل وكده، غالبا وزنه ايه 80 كيلو 90 كيلو ماشي يعني. تصور ده لو واحد اصلا بيغرق وانت رايح تجيبه، يبقى بالنسبه لك، وهفترض اللي غرق ده وزنه كل حكايته 60 كيلو بس، برضه عبء عليك انك انت تبقى شايله وجره ومطلع بيه. ده بقى هيقول له ايه؟ بيقول له جر الحوت فجر الحوت. تصور واحد بني ادم عادي كده زي حضرتك وزي حضرتي، انا ما بعرفش اعوم بس عديها دلوقتي، والحوت هجم عليه قال له امسك خياشيم، وهو ملوش خياشيم بس هفترض يعني هيمسكه من يعني راح اجيب الديل من ديله بس ما لهوش ديل، لكن هيجر حوت وزنه 150 طن، وبيقول لك جره وطلعه على البر. ما شاء الله، ده ولا سوبرمان مش كده؟ نكمل. ففعل هكذا واكتذبه الى اليبس. والملاك طبعا قاعد دي مهمه صغيره على الملاك، يعني خلي طوبيا خلص الموضوع، ايه 150 طن وبتاع ملوش خياشيم عادي مفيش مشاكل يعني. فاخذ يختبط عند رجلي بقى الحوت بقى الثانيه ماسكه، بس ماسكه جنب قوي بقى، ها طوبيا ماسك الحوت اللي 150 طن ده ماسكه جنب، والثاني عمال يفلفص بس مش عارف يفلفص منه يعني، واضح ان ماسكه ماسكه ما اعرفش ماسكه من هنا حته بحيث ان يعني حكمه تمام يعني. ده لو طفل حطه في حضنك وبيرفص تبقى مشكله. نكمل. فقال له الملاك بقى شق جوف الحوت. انت عارف ازاي انا هتشق حاجه وزنها 150 يعني سمكه قد ايه؟ نكمل. واحتفظ بقلبه. على فكره قلب الحوت وزنه 600 كيلو ماشي، ومرارته وكبده، المراره والكبد طن 1000 كيلو بس، فان لك بها منفعه لعلاج مفيد. ففعل كذلك. ما شاء الله عليه. ان السؤال بقى ازاي قدر يشق الحوت وعارف فين الكبد والمراره والقلب؟ اكيد كان معاه موس حلاقه يعني 100 100 مش كده؟ ففعل كذلك خلاص فريره يعني. وطبعا والحوت بقى خلاص استسلم بقى شقه 100 100 انت. وقام باستخراج القلب والكبد والمراره. ده انا لو حطيته لي قدام انا ما اعرفش فين المراره وفين القلب وفين الكبد عشان تخش تجيبهم من جوه. ده وزنه 150 طن يا مبارك يعني، وحجمه اوف ماشي. وبعدين اقول لك ايه بقى؟ قال له خد دول. ثم شوى من لحمه فاخذ للطريق. احنا لسه قاريين دلوقتي على فكره الحوت لا ليه ملوش قشر. طيب وكده يبقى هل مصرح لليهودي ان ياكل الحوت لحم الحوت؟ طبعا لا. يبقى لا كلب ينفع ولا حوت ينفع، ولا الحوت اصلا فيعيش في النهر، ولا ازاي بني ادم يجر حوت وزنه 150 طن ويطلعه ويشقه ويطلع قلبه وكبده ومرارته، وهياخدهم معاه على فكره يعني. انا ما اعرفش هيشيل ازاي الكبد والقلب والكلام ده، هم كده وزنهم على بعض على الاقل طن ونص او طن و600 كيلو يعني. ماشي ماشي يلا. وبعدين ايه بقى كمان؟ وملح سائره، يعني كمان ملحوا بقيه الحوت. طبعا انا حتى هفترض ان هم يقصدوا واحد عشان ياخدوا للطريق يعني، طبعا مش معقوله هيملحوا 150 طن يعني، خدوا لهم كده طن حاجه مهزله مش كده؟ ثم شوى من لحمه فاخذ للطريق، وبعد ما وملحوا الباقي
مش كله يعني، حتى يكون لهما ما يكفيهما إلى أن يبلغ رجيس مدينة المدين. ثم إن طوبيا سأل الملاك وقال له: نشدتك يا أخي عزاريا أن تخبرني ما العلاج الذي يؤخذ من هذه الأشياء التي أمرتني أن أخذها من الحوت. فأجاب الملاك قائلا: إذا ألقيت شيئا من قلبه على الجمر، أيوة، فدخانه يطرد كل جنس من الشياطين في رجل كان أو امرأة، بحيث لا يعود يقربهما أبدا. ده بالنسبة للإيه؟ للكبد، للقلب والكبد. والمرارة بقى حاجة تانية خالص، تنفع لمسح العيون التي عليها غشاء فتبرأ. كل ده فين بقى؟ في طوبيا إيه؟ ستة. ايه رايك اخويا واختي لغايه دلوقتي؟ قصه جميله مش كده؟ هتنفع كده قبل النوم. ملاحظتين بقى: الملاك كذب في تعريف نفسه هذا، وهنا ينصحه بما يستخدمه الدجالون الى اليوم في التعامل مع الشياطين. يقول له ما اعرفش جيب ايه، وحاجه سودة وحاجه بيضة، ومن عند العطار، وما اعرفش بطايه ايه ولا فرخه ايه وما اعرفش ايه، وولع ما اعرفش ايه، وحطهم يطيروا البتاع من هنا. فرقت يعني ماشي. فهل هذا ملاك بقى ام شيطان في صوره ملاك؟ ب الغشاوه التي على العين. على فكره انا سمعت تفسير او تعليق على البتاع ده من واحد كان دكتور هو اصلا يعني، وقال اسم المرض بالانجليزي او باللاتيني، لانه بيبقى باللاتيني، بس انا ما قدرتش اشقط اسم المرض anyway. لكن قال ده مرض الغشاوه او العتامه على العين، ده مرض يصيب القرنيه وليس له علاج محدد الى اليوم. يا بل محاولات لاكتشاف السبب ومعالجه السبب. سؤال: ما هو وجه الشبه بين مراره الحوت لعلاج مرض عتامة العين غير المعروف له علاجنا لليوم، وبول البعير اللي بقول لك ده ينفع لعلاج الكبد الوبائي؟ ما العقلية هي واللي جبريل شغال في الناحيتين. خش على اللي بعدها بقى، نمرة 7: زواج طوبيا من سارة والملاك رفائيل يقبض على الشيطان ويقيده. ما تزعلوش يا مصريين اللي في جنوب مصر برضو اللي هم اخواتنا اللي من الصعيد يعني، ويقيده في برية مصر العليا. بقول لك: ولما فرغوا من العشاء، هم بقى وهم ماشيين في السكه عطروا في عيله، طلعوا ما اعرفش ايه، وواحده اسمها ساره كل ما تتجوز حد ايه يموت يعني. فقال له اتجوزها، قال له: ما هو ده بقى، ما انت بقى هتبقى 100 100 عشان انت معاك ازاي بقى تطير الشياطين يعني. بقول لك: ولما فرغوا من العشاء ادخلوا عليها الفتى، ده بعد ما عملوا الحفله بتاعت الجواز بقى. فذكر طوبيا كلام الملاك، فاخرج من كيسه فلذه من الكبد والقاها على الجمر المشتعل. ايوه، حصل ايه بقى؟ اول ما في رماها كده، حينئذ قبض الملاك رفائيل على الشيطان وأوثقه في برية مصر العليا. ولا أدري ما إذا كان الشيطان مقيد لغاية النهاردة هناك، ولا هرب منه، ولا طلع، ولا هو وداه في حتة تانية يعني مكان آمن يعني. سؤال: هل ما زال الشيطان في برية مصر العليا؟ لو حد يعرف يقول لنا يا أخوان. 8: هرتقى. أنا من المعلومات كتير قوي يعني، لو عايز تقرأ السفر على مهلك اقراه، لو عايز تتفرج على الحلقة التانية مرة تانية اتفرج. بقول لك: لأن الصدقة تنجي من الموت، مش كده وبس، وتمحو الخطايا، إذا المسيح مات بلا سبب، وتؤهل الإنسان لنوال الرحمة، اسمع اللي بعدها، والحياة الأبدية. فيبقى ينقصك إيه يا مؤمن؟ تدي صدقة خطاياك تتغفر وتؤهل لنوال الرحمة والحياة الأبدية. دي هرتقى يعني. عد بقى اللي احنا شغالين فيه، ملاك بيكذب، وواحد يهودي بيشغل حنوتي، وواحد يهودي بياكل معرفش لحم الحوت، والحوت قاعد في نهر الفرات، وممكن اي واحد غلبان زي حالتي يروح يشده ويطلعه وكده يعني، ويقطع معرفش ايه ويطلع ايه ويحط ايه. 9 بقى: الضربة القاضية. في نبوة بقى هتكشف الكذبة اللي بيقولوها التقليديون والسفر نفسه بقى.
يقول التقليديون، هتكشف بقى ان الكاتب غير يهودي من ناحيه ونبي كذاب من ناحيه، وانا بعتقد انها اسطوره وهي غالبا كده، لان برضو ما نروح عند سفر يهوديه هنلاقي نفس اللبش. نقول بقى، يقول التقليديون ان عزرا جمع كل الكتب القانونيه التي كانت قبله. جميل. ولكن كان بعد ذلك تجميع اخرى لا ياخذ بها البروتستانت، بين قوسين كده اللي هم بيدعوهم الهراطقه، هي عباره عن الاسفار المحذوفه والتي منها سفر ايه؟ طوبيا. حلو. وبيقولوا سفر طوبيا كتب فين بقى؟ بعد تجميع عزرا. ماشي، حلوه قوي الحكايه دي. هنشاهد القمص داود لمعي يؤكد ان عزرا جمع الكتب التي كانت قبله والتي لا تتضمن الاسفار المحذوفه. بص نرجع تاني في الطبعه اللي في ايدينا المعتاده. الاسفار القانونيه الثانيه دي اتجمعت بعد تجميع عزرا. احنا درسنا سفر عزرا وعرفنا ان عزرا هو اللي جمع الاسفار اللي قبل منه. بحسب الفيديو يقولون ان سفر طوبيا كتب بعض الاسفار التي بين ايدينا بدون الاسفار المحذوفه، وتم تجميعه في التجميع التي بعد تجميع عزرا. حلو كده، نبتدي بقى. عزرا ده اتولد في القرن الخامس قبل الميلاد، وهنقول السنه بالتحديد هنا. اتولد سنه 480 ومات سنه 440. خد بالك لان احنا قبل الميلاد فبقى التعداد بيقل وانت ماشي بيقل. يعني اتولد سنه 480 ومش مات بقى بعدها، يعني بعد 480 تيجي 440. واضح ان 40 سنه بس، كان شاب يعني صغير بس كان نشيط جدا، سفره من الاسفار الجميله جدا. المهم نقرا بقى نبوه من سفر توبيا دي في الاصحاح ال 14، تفضح الكد بتاع كله، اللي كاتب واللي بيسمع واللي بيحارب على ان ده سفر مظبوط يعني. وانه مكتوب قبل ولاده عزرا بنحو 130 سنه على الاقل. ماشي كده؟ يهمني دلوقتي النبوه وبعدين هنحط جدول كده عشان نسهل الفكره. النبوه بتقول ايه اللي في سفر توبيا اصحاح 14؟ بيقول لك قد دنا دمار نينوى. قد دنا ايه؟ دمار نينوى، لأن كلام الرب لا يذهب، وإخوتنا الذين تفرقوا من أرض إسرائيل اللي هي المملكة الشمالية اللي هم العشر أسباط يرجعون إليها. احنا فاكرين سبي بابل والناس بتوعه رجعوا ده بعد كده بكتير، لكن ما سمعناش على رجوع بتوع سبي أشور. أنا عشان كده قلت حكاية بابل، يعني هو قال لك هيرجعوا هنشيلوا ولا رجعوا ولا حاجه. وكل ارضها المقفره ستمتلئ، وبيت الله الذي احرق فيها. خد بالك من الحته دي، بيت الله الذي ايه؟ احرق فيها. هو بيت الرب كان في المملكه الشماليه ولا الجنوبيه؟ هنيجي بالتفصيل. سيستأنف بناؤه وسيرجع الى هناك جميع خائفي الله، وستترك الامم اصنامها وترحل الى اورشليم. اورشليم انت مالك انت باورشليم؟ فتقيم بها. ده طوبيا 14. تعال بقى نفصص النبوه دي. اثبتنا في بدايه الحلقه ان كاتب السفر كان من المملكه ايه؟ الشماليه اللي هي مملكه اسرائيل، التي تم سبيها الى ايه؟ اشور سنة كام؟ 722 قبل الميلاد. وأنه كان ضمن المسبيين الذين تم ترحيلهم إلى أشور، فهو يكتب منين بقى؟ من أشور. حلو؟ اللي بعدها، يقول كاتب السفر في نبوته قد دنا دمار نينوى. نينوى دي بقى عاصمة أشور، يعني المكان اللي هو إيه؟ قاعد يعني يعتبر تبعه أو فيه يعني. ده هي عاصمة مملكة أشور. بيقول ده خلاص قد دنا، بيتنبأ إن دنا إن إيه؟ تتدمر. ومعروف تاريخيا وكتابيا أن نينوى تم تدميرها بواسطة إمبراطورية بابل الصاعدة سنة كام بقى؟ 612 قبل الميلاد. 612 قبل الميلاد. إذا فهو قريب من سنة 612 لما يقول لك إيه؟ إن ده قد دنا إيه؟ دمار نينوى، او بكل تاكيد قبل 612. وبذلك لابد انه كتب سفره قبل ميلاد عزرا الكاهن الكاتب. ليه بقى؟ نقولها تاني. سنه 721 بتيجي قبل سنه 612،
و612 بتيجي قبل سنة 480 ل 440 بتاعت ايه عزرا. اذا الكاتب كتب وتنبأ والفيلم ده كله قبل سنة 612، يعني ممكن نقول مثلا 620 مثلا، طبعا 620 قبل 612. يعني بينه وبين عزرا، حتى لو خدنا ميلاد عزرا، على الاقل 130 سنة. ولو قلنا عزرا ابتدى نبو يعني يشتغل كده وعنده 30 سنة لانه كان كاهن وكاتب، انت كده بتتكلم في حوالي 150 سنة فرق. يعني السفر بتاع توبيا ده كتب لو يعني المفروض بحسب التحليل كده قبل ميلاد عزرا، قول ب 150 سنة قبل ميلاده. نكمل. فكيف يكون كتب سفره قبل عزرا ولم يجمعه عزرا مع الاسفار التي جمعها واعترف بها، ما لم يكن عزرا رأى أنه السفر يحوي خرافات فرفضه ولم يضمه للأسفار القانونية، وهو بكل تأكيد ما حدث بسبب الخرافات والنبوة الكاذبة. بس على فكرة احنا دلوقتي بنقول ان عاملين يأكدوا ان هو ده اتكتب في ايه بعد عزرا، لا اتكتب قبل عزرا. اذا كان لو بعد ازاي لو بعد عزرا كانت نينوى وقعت خلاص من زمان، نينوى سقطت سنة 612، عزرا اتولد سنة 480، انت بتتكلم في اكتر من 100 سنة. نكمل. طب نبص على جدول سوا عشان العملية تبقى ايه اوضح شوية. نبص مع بعض، نبص كده وهنبص من اليمين للشمال، من اليمين للشمال، يعني هنبقى جايين من القديم داخلين على الجديد. نبص مع بعض، شايفين العهد القديم، كل دي عهد قديم ما عدا العمود الاخراني العهد الجديد. هنبتدي كما يلي من الناحيه اليمين بقى. اول حاجه شايفينها سنه 722 بيفور كرايست اللي هو يعني قبل الميلاد، حصل ايه؟ سبي اشور، كلنا حافظين دي سبي ايه اشور. وبعدين ده العمود هنسميه نمره واحد. العمود اللي بعده قبيله سنه 612 سفر طوبيا، بيقول لك ان كتب، هنبقى اكتشفنا ان هو اتكتب ديفينيتلي بكل تاكيد قبل 612. ليه بقى؟ العمود الثالث نمره ثلاثه انهيار مملكة أشور دي سنة 612. إذا العمود نمرة 2 اللي هو سفر طوبيا اللي ما فيه نبوة على إن أشور هتهلك أكيد قبل 612. اختار التاريخ اللي يريحك. لا بس بقول لك قد أنا يعني 612 جايز 620 ماشي. وبعدين بالمناسبة بقى بيقول لك هو في النبوة بيقول لك إيه؟ وبيت الله الذي حرق فيها، لا ما اتحرقش، بيت الله بقى اللي هو أولاً اللي حرق بيت ربنا ده كان في أورشليم، اتحرق في سبي بابل مش في سبي أشور، فده معناه إن اللي كاتب ده حتى ولا يعرف تاريخ من أساسه. بيت حرق بيت الله بقى سنة كام؟ 586 قبل الميلاد، حرق بيت الرب اللي هو الهيكل سليمان ده في أثناء المرحلة الأخيرة من سبي بابل. احنا قلنا كان ثلاث مراحل سبي بابل، المرحلة الأخيرة تم ايه الحرق. عزرا بقى بعد كل الهيصة دي، عزرا من 440 ل 480، وبعد كده تخش على ايه؟ على عهد الجديد. نرجع تاني لتحليل الايه النبوة الكاذبة. احنا قلنا دلوقتي ايه حصل ايه، هو اكيد هو بكل تأكيد اتكتب قبل عزرا على الأقل ب 130 سنة. بيقول في نبوته الكاذبه بقى، واخواتنا الذين تفرقوا من ارض اسرائيل للمملكه الشماليه يرجعون اليها. الحقيقه ما رجعوش لغايه النهارده. وشفت على فكره اتنين من البحاثه قوي، انا ولا حاجه يعني بصراحه في التاريخ، ان اخواتنا بتوع كنيسه المشرق الاشوريه اللي هم النصاطره دول بقايا يعني العشر اسباط، بس في برضه في العشر اسباط ناس على فكره في اوروبا الشرقيه، لكن اخواتنا النصاطره اللي هم اسمهم كنيسه المشرق الاشوريه دول من الاسباط العشره. بس انا عايز اسال اكد حاجه، هم ما رجعوش لغايه النهارده كجماعه كبيره، ده لسه متنطورين. يعني يقول في نبوته الكاذبه، وبيت الله الذي احرق فيها، احرق فيها ازاي؟ بتتكلم عن انت بيت الله ده اتحرق بعدها بكام سنه؟ بكتير قوي، سنه 600 هنا وصلنا لسنه 586 وانت هنا سنه 620 مثلا، انت بتتكلم في حاجه كبيره قوي. فانت وبعدين ازاي بيت الله الذي احرق فيها؟ بيت الله ما كانش في الشمال، بيت الله كان في 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 اورشليم. لما هو كان بيتكلم كانت لسه مملكه اورشليم لسه موجوده وما حصلش الحريق لسه. وبيقول لك سيستأنف بناؤه وسيرجع الى هناك جميع خائفي الله. انه مين هو؟ طبعا اكيد بيتكلم على المجموعه بتاعة
تحت المملكة الشمالية. ما لا و 612 كان لسه سبي بابل ما حصلش أصلا، ماشي كده. سبي بابل أول مرحلة فيه بدأت تقريبا سنة 605. إذا حتى سنة 612 لو افترضت إن هو بيكتب سنة 612، هو كتب قبل 612، كان لسه يعني ممكن أقول وهو بيتكلم كان لسه أول رحلة سبي بابل على الأقل في على الأقل 10 سنة، لا ثورة مش 10 سنة، 20 سنة كان فاضل على سبي بابل اللي يبتدي أول مرحلة فيه، فاضل عليه 20 سنة. هو بيقول لك أصلاً إن البيت اتحرق وهيرجعوا مين اللي بيرجع؟ أنت بتتكلم على الناس بتوعك أنت، وتتكلم منين؟ من أشور. البيت الذي يتكلم عنه هو هيكل الرب، مملكة يهوذا الجنوبية، فكيف أقول أنه في أرض إسرائيل؟ ما بيتكلمش، مش عارف مين. بيت الرب أحرق سنة 586 زي ما قلنا، أي أنه كان قائما وموجودا في سنة 612 وما قبلها طبعا، عندما كان الكاتب يقول أنه محروق وسوف يتم بناء، كل ده كذب. ويقول في النبوات الكاذبة: وستترك الأمم أصنامها وترحل إلى أورشليم فتقيموا بها. ده حصل؟ ما حصلش، ماشي كده. انسى بقى عزرة تماما. لو انت دلوقتي قريت النبوة وفي سفر صوفيا هتقول ايه عن النبوة دي بقى؟ ايه دي؟ ها؟ يعني اديني كده درس، اديني درس، يعني طلع لي كده لخص لي البتاع وفرجني فين كمية الاكاذيب تؤكد انها خرافة. في ضوء ما سبق من كسر سافل لطقوس يهودية هامة، نجاسة من يمس ميت 7 أيام واستحب كلب وأكل حوت نجس واستخدام أجزاء نجسة من الحوت لطرد الشياطين وشفاء أمراض وجهل بالتاريخ السبي والعودة من السبي ومكان بيت الله ومتى تم حقه، فهل تعتقد ده اللي كاتب ده يهودي ولا كان واحد بيكتب من خياله ولا نبي صادق ولا نبي كذاب؟ وإيه حكاية الملاك كده؟ أهم نقطة عندي، ماذا بقى تفهم ممن يقاتلون لتأكيد صحة هذا الكتاب المكتوب بواسطة نبي كذاب؟ انا الحقيقه اعتقد ان هو اصلا اسطوره، يعني طبعا واحد كتبه خلاص يعني كده. اخويا واختي هقول لك اهم حاجه عندي دلوقتي يعني في الختام ده، ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبه كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبه انهم يتنفسون الكذب الذين يدسون بدع هلاك. بطرس الثاني اصحاح 2، عشان كان في حد مش عاجبه ان انا بقول كذابين، واحد بيتريق على كاتب انهم يتنفسون الكذب. الحقيقه ده التايتل اللي ربنا اداه لهم معلمون كذبه، حكايه يقول لك ده سيدنا فلان والانبا فلان وابونا فلان، دي تايتلز الناس عملوها، لكن التايتلز اللي الكتاب حطها ها، يا اما بيقول عليهم شيوخ، يا اما بيقول عليهم قصوص لو انها بالعربي، او يقول عليهم اسخفه، او يعني راعي صحيح، ولو ما كانوش كده بيبقوا اسمهم ايه بقى؟ معلمون كذبه. فلما نقول كذبه احنا مش بنشتم او بنصفهم بغير صفاتهم. من فضلك اشترك في القناه لو كنت ما اشتركتش، وايه تاني؟ وشارك الفيديو مع اخرين لو امكن، اعمل لايك للفيديو لو شايف ان هو يستاهل، وانت ان رب في مجيئه هنتقابل في حلقه تانيه برضه بنفس السيستم يعني. سلام المسيح وكرمه.